أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. جمال يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض مد منفصل انفصالا حكميا. اذا ما يمكنش لي انفصليا اداه نداء مع ايها فكيتسمى منفصل انفصالا حكميا على عكس المنفصل انفصالا حقيقيا كينفصل المد على الهمس بحال دابا كل يجري الى اجل إذا يمكن لي نوقف على يجري وعاد لا إلى أجل نفس الشيء إذا نوقف عليها أجل أما يا أيها وها هؤلاء إذا هاء تنبيه ويا النداء يكون فيها الانفصال انفصالا حكميا بمعنى الحكم ست حركات ولكن ما يمكنش نفصل المد على الهمز الذي هو السبب إذا يا أيها ست حركات مد منفصل انفصالا حكميا أيها كنعطي النبر في الياء فالياء مشدده دائما الياء ملي كتكون مشدده هو مشدده كنعطيهم النبر كنضغط عليها باش تبان على الحرف اللي قبلنا يا ايها الناس انا عندي التقاء ساكنين اذا التعريف تدغم مع النون اذا ادغاما شمسيا اذا فهي محذوفه عند الوصل شقت ياء الناس نون مساكنه ونون الى فلكنا شده ونون مفتوحه إذا فالتقى ساكن النون مع ألف ساكنة ديالها مفهوم؟ التقى ساكنان فاحذف ماصر فلا أقول يا أيها الناس ولكن يا أيها الناس نون مشددة قلنا مقدار حركتين الناس اتقوا ربكم إذا الناس اتقوا إذا همزة وسط تسقط في درج الكلام ولكن عند الابتداء لابد من إتيان بها لا نبتدئ بالساكن اتقوا ربكم القاف فيها استعلاء ربكم الراء مفخمة لا يوجد سبب لتعقيب
واخشوا يوما واخشوا. الخاء لان في المرتبه قبل الاخيره من الاستعلاء لانها ساكنه، المرتبه الاخيره من الاستعلاء هي كسر وكيتجي قبل منها الخاء مثلا حرف استعلاء ساكن، هنا الخاء ففي المرتبه ما قبل الاخيره من الاستعلاء. واذا ما رققهاش فاقول واخ واخشوا واخشوا، ننتابوا الواو ننتابوا الشين، الواو مرققه والشين مرققه، اذا ما نظلموش هذيك الواو نجيبوها مفخمه ونظلموا ديك الشين ونجيبوها مفخمه، ناخذوا راحتنا نقول واخشوا هكذا واخشوا، اذا واخشوا واخشوا جماعة واخشوا واخشوا يوما لا يجزي. يوما لا ادغام اكمل ما يكون بدون غنى، ما نطقش بالنون نهائيا، النون ديال التنوين، اقول يوما لا فهنا كيولي اظهار يوما لا، ننتقلوا من الميم المفتوحه الى اللام المشدده لان النون الساكنه تفشت في اللام فاصبحت حرفا واحدا مشددا. لا يجزي الجيم فيها قلقله، لا يجزي والد عن ولدي، لا عندي اظهار والد عن، عندي اظهار ما يحرف اظهار اخواتي، هي متواجده في هذا البيت في اوائل كلمات هذا البيت، ما نقولوش هي اخي هكا، هي متواجده قلنا اخي، اذا هذا الشيء كله اذا انت الكاف تدخل هكا، اذا الحروف السته المتواجده في البيت الشعري اخي هكا علما حازه غير حازد بمعنى الهمزه والهاء منين تخرج؟ ممتاز، العين والحاء ممتاز، الغين والخاء نعم، عن ولدي ادغام ناقص بغنه مقدارها حركه، فالادغام هو الذي يكون ناقص وليست الغنه هي الناقصه. عن ولده اذا شنو نعطي المد تما حركتين مد الصغرى الصغرى عفوا، ولا مولود هو جاز ولا مولود هو ذلك نعم ممتاز، هو جاز عه الشيء اظهار، عن والده ادغام ناقص بغنه والده مد الصغرى الصغرى كنعطيو حركتين، هاء الضمير جاءت بين كسره الدال وفتحه الشين فتمد بصلتها بمقدار حركتين، وإذا وقفنا نقف بالسكون، عن والده كنا وصلنا، عن والده شيئا هذا مد لين مهموس كنعطيو أربعة ست حركات، وإلا وقفت بطبيعة الحال شيئا هو عوض ولكن شنو كاين ممتاز الستنايت متبادل، انتبهوا ملي غنوقف كل همز ممدود ولكن استثنيت من البدل. إن وعد الله حق، إن نون مشددة غنى حركتين، وعد الله إذا اللام ديال اسم الجلالة مفخمة، إذا أخواتي لام اسم الجلالة والله اللهم دائما إذا كانت مسبوقة لام اسم الجلالة بفتحة أو ضمة فإنها تفخم، لا نقول تغلظ تغليظ اللام، ولكن بالنسبة للام اسم الجلال نقول تفخيم تعظيما لاسمه العظيم، إذا اللام تفخم إذا كانت مسبوقة بفتحة أو ضمة، أما إذا كانت مسبوقة بكسر فإن لام اسم الجلال ترقق عند جميع القراء سواء الله أو اللهم، مفهوم أخواتي؟ إذا إن وعد الله، إذا فاللام مفخمة لأنها مسبوقة بفتحة، ولكن انتبهنا أخواتي لدي تجاور الحروف، لدي الدال مرققة وجاءت بعدها اللام لاسم الجلال مفخمة، لا أفخم الدال فتصبح ضادا فأدخل في اللحن الجلي، لا أقول وعد الله وعد الله، إذا فأصبحت الدال ضادا بل أقول وعد وعد الله وعد الله جماعة وعد الله ممتاز حق. إذا فالقلقلة هنا كبرى، القاف في آخر الكلمة ومشددة، لا أقول حق حق لا بل أقول حق حق حق، وانتبهنا أخواتي كي لا نذهب إلى مخرج الهمزة فأقول حق حق
حق أو إلى الهاء حق لنتبهنا لهذا الأمر. ولا فتح فأقول حق حق ق فتصبح القاف مفتوحة، أو حق ق فتصبح القاف مضمومة. القاف فهي ساكنة عند الوقف، السكون مجرد من الفتحة، مجرد من الكسرة، مجرد من الضم. فلا تغرنكم، إذن الغين مستعلية والراء مفخمة، تغرنكم والتاء انتبهنا، الأقول تغرنكم، الأقول تغرنكم، إذا التاء نأتي بالتاء مرققة ثم بالغين مستعلية والراء مفخمة، لأن لا يوجد سبب ترقيق الراء، مفهوم؟ تغرنكم، النون مشددة غن مقدارها حركتين، مفهوم؟ تغرنكم الحياة، إذا انتبهنا للام ففيها توسط، الحياة، أقول تغرنكم الحياة، أنا أعطي التوسط للام، تغرنكم الحياة الدنيا، تقليل، إذا هنا الدنيا في الفتح والتقليل، ولكن في الرسم القرآني عندنا هنا نجيبها بالتقليل. الدنيا جماعة، الدنيا، حيث ملي كتقراو كلشي كنسمع الدنيا تقليل، نعم هي فتح الفتح والتقليل، أنا جاءت غير رأس آية، غير نأتي بها فيها تقليل، لماذا؟ لأنها في هذا الرسم القرآني اللي كنقرأ أصلا مد البدل بأربع حركات. ولا يغرنكم، نفس الشيء نون هنايا، أنا تحدثنا على يغرنكم، حين الغين في استعلاء الراء مفخمة، النون فيها شدة بمعنى غنى حركتين، يغرنكم عندي إخفاء شفوي، غنى مقداره حركتين، بالله انتبهنا، لام اسم الجلال مرققة، لام اسم الجلال احتراما للاسم الأعظم هو الله عز وجل، إذا لام اسم الجلال مسبوقة بكسر ترقق اللام، لام اسم الجلال مسبوقة بفتحة أو ضمة تفخم لام اسم الجلال في الله، ولا أقول الله مرققة، لأن إذا هذه كنسمعها كثير عند الأخوات، إذا لام اسم الجلال، تبين أخواتي، ولا أقول تغلط، مفهوم، تفخم تعظيما لاسمه العظيم ولجلاله سبحانه وتعالى، فليس له شبيه وليس له سبحانه وتعالى. ولا يغرنكم بالله، إذا مسبوخة بكسر، لأن اسم الجلال مسبوخة بكسر فإنها ترقق، الغرور، نعطي اللام نعطيها توسط، نعطي اللام توسط، والغين فيها استعلاء، والراء الأولى مفخمة والثانية كذلك مفخمة، لا يوجد سبب للترقيق، فهم أخواتي، إن شاء الله ندوزوا الآية الأخرى. إن الله عنده علم الساعة، إن نون مشددة غنى مقدار حركتين، لام اسم الجلالة مفخمة لأنها مسبوقة بفتح. إن الله، دائما تنقول لكم الهاء ديال اللام ديال الله اسم الجلال خاصها تكون مرققة، لأن الهاء دائما مرققة. أخواتي ملي كتقراو إن الله، وتديك النون اللي قبل منها كيفاش خاصها تكون؟ مرققة، الغنة نجيبها مرققة، وخش إن الله، إن الله جماعة، إن الله، كنسمع أخواتي كل اللي كيقراو، أخواتي كلكم تقراو باش نسمعكم، عاودوا إن الله، لا أقول ها ها راه هي غتجي مرقه بوحدها، قلت ها إن الله، درت تقليل، انتبهوا إن الله، ها غتجي بوحدها، عاودوا إن الله، نعم عنده نون ساكنة بعد هذا الإخفاء بغنة مرققة، عنده، عندي مدسلة صغرى أنا مد عليها بحركتين، هذه الهاء لأنها هاء ضمير أو هاء الغائب المفرد مذكر أو هاء الكناية، جاءت بين فتحة الدال وبين قصرة العين، عنده علم، إذا وقفت أخف عليها بالسكون فأقول عنده، مفهوم جماعة، عنده، وصله يا
ممتاز. علم التوسط في الله. علم علم الساعة، هذيك التاء مربوطة أو الهاء المربوطة نوقف عليها، هاء ساكنة نجيب الهمس. وينزل الغيث، انتبهنا أخواتي، وينزل خشي مرقق، إذا نحاول نضم الشفتين في الياء. ويو نفتح الواو، و ويو يو ينزل نفتح عاوتاني النون مفتوحة، فتح الفم بالطول قليلا بالطول، ونجيب الكسرة تامة. وينزل، إذا انتبهنا لحركة الشفتين عند النطق بالكسر. وينزل، ونضم الشفتين عند النطق باللام، باش تجي اللام مرققة. وينزل الغيث، لأن اللام راه مباشرة غندوز، غندوز اللام ساكنة، ولكن من بعد اللام الساكنة شنو كاين؟ كاين الغين مستعلي. نقول وينزل الغيث، وينزل الغيث، إذا الغين بوحدها اللي مستعلية. الغيث إذا وقفت جوج أربعة ست حركات، انتبهنا للثاء المعجمة. وينزل الغيث، الثاء طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، مفهوم أخواتي؟ ويعلم ما في الأرحام، ويعلم، والعين فيها توسط بمعنى لا يجي الصوت معها ولا ينحبس، وفيها كذلك جهر انحباس النفس. ويعلم ما في الأرحام، ما مد حركتين، ميم فتحة ألف سكون، ما ولا أقول ما ولا أقول ما جماعة. ويعلم ما في لا في لا رحام، لأن غتجي الراء مفخامة، إذا ما تجرنيش هذيك الراء المفخامة، مفخم اللام. نعم، في عندك أشنو يا ساكنة غتجي بعد منها همزة وصل تسقط في درج الكلام، مصحوبة بلام التعريف. إذا نشوفوا الأصل ديالها، أنا حيت كاين نقل الحركة الأرحام، الأصل ديالها لام ساكنة، الهمزة عطاتها الحركة ديالها. إذا نشوفوا الأصل ديال لام ساكنة مع مد لفي، إذا فإذا التقى ساكنان فاحذف ما صدر. ما في الأرحام، نجيب ديك الميم متوسطة بمعنى فيها توسط، لا يجي الصوت معها ولا ينحبس أخواتي. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري، وش مرقق؟ إذا أدال فيها قلقلة. وما تدري جماعة، وما تدري، نعم الراء مرققة لأنها مكسورة في وسط الكلمة. نفس، نعطي الهمس الفاء، نفس نفس باش ما نقلقلاش، ما نقولش نفس نفس ماذا، إدغال أطلع ما يكون بغنة قدارها حركتين. ماذا تكسب، تكسب جماعة، تكسب ممتاز، عودها تكسب، أقول تا تكسب، تكسب عودها تكسب، تا فتحة كاف سكون، تك سين كسرة سي، تكسي با ضم بو، تكسي بو، يلا تا فتحة كاف سكون، تك تك انحباس الصوت، قبل ان تعلم وين انحباس الصوت، تك انحباس الصوت باش كتخرج جريان النفس. تا فتحة كاف سكون، تك سين كسرة سي، تكسي، يعني غنبغي ننتقل السين مكسورة، تاكسي، هنا غنخرج النفس، تاكسي. ملي غنديرها لكم بالنورانية، بغيتكم تعلموا انحباس الصوت، ولكن ملي غنوصل للكاف، انحباس الصوت في الأول ما غاديش يخرج الصوت، ولكن ملي غنوصل للسين راه غيخرج النفس، تما غادي تبان الكاف، هانتي لاحظة. تا فتحة كاف سكون، تك تك ما خصهاش تخرج، تك فيها انحباس الصوت، تك ما تخرجش، خرجيهاش، تك كتسمعش، تك 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 فيها انحباس الصوت، تك كتبقى واحدة،
لأن الأقصى اللسان عم يحاديه من حنك الأعلام من طاقة محززة أو صلبة. تك سين كسرة سي تك كسي تك كسي. دابا واش خرجات جريان النفس إهواء الهمس با ضما بو تك كسي بو تك تك سون تك سين كسرة سين تك تك سي با ضما بو تك كسي بو. نعم مزيان تكسيبو غدا غدا هذا مثل عوض انا غدا غ غدا مفهوم. وما تدري نفس باي ارض تموت. وما تدري دوين عليها نفس اذا نعطي الفاء جريان نفس بين همس نفس باي عندي تنوين مع الباء قلب في غنة مقدارها حركتين تقلب النون الساكنة ميما مخفى بأي دير نبر للياء بأي أرض نجيب الهمزة مرققة عاد نعطي التفخيم الراء والضاد أرض تموت تنوين مع التاء عندي إخفاء بغنة تموت تموت. نحب الصوت ثم جري النفس أجدك تطبق هذه الحروف اللي فيها انحباس الصوت فيها شدة حروف شديدة. نعم ماشي كلهم تخرجوا بجري النفس أجدك تطبق كاين التاء وكاين كاف والكاف فقط وما اللي فيهم الهمس التاء والكاف هادو كلهم في انحباس الصوت باش كيخرجوا الهمزه بالنبض الاخرين كيخرجوا بالقلقله. تموت قلنا عرض سكون جوج اربعه سته ست حركات. ان الله عليم خبير ان نون مشدده غنى مقداره حركتين لام ديال اسم الجلال المرققه لان قبل منها فتحه نجيب لها ديال اسم الجلال المرققه عليم خبير عندي اظهار اذا نجيب توسط عليم خبير خا خا الخاء مستعليه المرتبة الثانية من الاستعلاء خبير إذا الراء مرققة لأنه اسم خبير ساكنة سكونها